مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل النهارده القطايف، اسهل حاجه، كاننا بنقلي بيض يا جماعه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. ده نص كيلو قطايف عصافيري صغيره جدا، في احجام كتير طبعا عند الفطاطري. هاتوا الحجم اللي يناسبكم، وانا بحب السوداني والزبيب كحشوه. تعالوا نشوف بقى، واحنا بنحشيها هنحشيها على الجانب الابيض ده، ده اللي هيبقى لجوه. نحط طبعا على قد العصافير حاجة بسيطة مكسرات، ونضغط لغاية ما نلزقهم في بعض جامد كده زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. بس كده خلصت القطايف. نعمل واحدة كمان، نحط شوية مكسرات ونضغط ونقفل الحرف كويس. لو حاسين الحرف ما بيقفلش كويس جدا معانا، في ناس بتستخدم النشا، بس انا شايف ان القطايف بتقفل كويس جدا، عشان في شكاوي كتير من عدم قفل القطايف. يعني انا شايف ان احنا نضغط عليها كويس. بس طبعا العصافير دي على قد قطمة واحدة، في الاكبر منها بتبقى قطمتين، حجم القطايف هي كبيرة كده. انا بحب الحجم ده عشان كده جبته. طبعا ده شكلها بعد ما حشيناها كلها اهو. وهنسخن زيت في الطاسة وهنبتدي نقل القطايف بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده معايا، طبعا في ناس بتحب تسقيها بشربات، انا بحب اسقيها بعسل نحل عشان ما تتعبنيش. فاللي عايز يسقيها بشربات طبعا بتبقى احلى، بس شربات تقيل بارد وينزل عليها وهي سخنه. بالهنا والشفا، يا رب تعجبكم الوصفه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشكركم على دعمكم الدائم لينا واشتراككم في القناه ومشاهداتكم اللي دايما بتشجعنا ان احنا نعمل اكتر واكتر. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.